من منكم لا يعرف أحداً يعشق فصل الشتاء ويتغنى بأجوائه الرومانسية ويتغزل بأمطاره، ثم يبدأ الشتاء فعلاً فترونهم يتذمرون ويشتاقون للدفء والشمس والصيف، خصوصاً إذا كان الشتاء قاسياً بأمطار غزيرة ورياح شديدة كالتي تجتاح بعض البلدان العربية. فقد غمرت المياه العديد من المدن لعدة أيام وتسببت في شلل وتعطيل حركة الحياة اليومية والسفر والدراسة ابتداء من الأردن وامتدادا إلى العراق ودول الخليج العربية. ففي الأردن هبت الرياح القوية واستمرت العواصف والأمطار على مدى يومين، مما أدى إلى فيضانات وحالات جراف في مناطق الأغوار وجنوب المملكة التي شهدت تساقط أمطار غزيرة تسببت في ارتفاع منسوب المياه، وتشكلت السيول في بعض المناطق المنخفضة والأودية مما تسبب بتأخير الدوام الرسمي في لوائي الشوبك والبتراء. الرياح انتقلت إلى الجنوب الشرقي نحو دول الخليج العربية، فتضررت العراق والسعودية وعمان والإمارات من ذات الموجة التي عطلت الطرقات وغمرت العديد من المدن كمكة المكرمة. والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية كما يقول مذيعو النشرات الجوية، وستستمر مصحوبة بالأمطار في السعودية خصوصا في جبال الحجاز، ومن المتوقع أن يستمر الطقس إلى مطلع الأسبوع المقبل على هذا الحال. طبعا مدن وبلدات عدة في السعودية كانت ضمن الأكثر تأثرا ومنها الرياض وجدة والطائف أيضا، وتم تعليق الدراسة في مدينة ظهران. أما في مكة المكرمة أو مكة المكرمة كانت لها حصة الأسد من الأمطار. لنرى بعض المشاهد. المشهد في الإمارات فيبدو أقل حدة، حيث تساقطت الأمطار في عدة مناطق كرأس الخيمة مما أدى إلى تشكل الشلالات، كما تساقطت الأمطار أيضا في الظفرة ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين. وقال المركز الوطني إن البلاد تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي يصحبها أمطار متفاوتة الشدة في مناطق متفرقة. ولكن المخاوف في الأردن حيال هذه الأمطار والعواصف كان لها وقع أوسع، حيث أعربت العديد من وسائل الإعلام والصفحات عن قلقها من أثر الأمطار الغزيرة والشلالات المتشكلة على مدينة البتراء الأثرية. امشي ايوه. شكرا جزيلا لمشاهدتكم تريندينج، سنسعد باشتراككم بالقناه ومشاركتكم لقصصنا واعجابكم بها والتعليق عليها.